بالشباب ورجعنا وياكم من جديد. خلينا نسولف على المرض اللي صار عندي حسب ما كتبونا هواي ولد بالتعليقات، وتواصلنا ويا اطباء وخصوصا الدكتور تواصلت ويا من النجف عن طريق احد الاصدقاء، فشرح لي عن المرض اللي صار عندنا. كان الجواب ماله ما يختلف عن الدكتور اللي انا دائما اراجعه اللي شفتوه اللي هو ابو مهدي، اللي هو قال انه هذا الوقت يبدي بي تغير الجو. عندنا وقتين اللي هو دخول الشتاء وطلوع الصيف، يعني من يدخل علينا الشتاء ويطلع الصيف، ومن يطلع الصيف ويدخل الشتاء، هاي وقتين عندنا. قال هنا راح يصير عندنا تغير بالجو، اكو طيور مناعتها قويه راح تتحمل. هسه جزء اكو شباب راح يقولون فرات انت انصابت عندك الطيور، احنا شو ما انصابت، انت ليش تقول تغير الجو؟ ها هنا شنو قال الدكتور؟ قال هنا راح يكون عندنا طيور تتحمل عندها مناعه قويه، واكو طيور ما عندها. دكتور شلون اكو طيور عندها مناعه؟ قال التجمع اللي مثلا تجمع الطيور، مثلا انت عندك بطيات وهاي السوالف، راح يولد عندنا امراض بهاي الفتره. ليش؟ لانه راح يصير عندنا تغير من برد الى حر، هواي امور. فقلت له زين المرض شنو؟ قال المرض تصير تنفسيه خفيفه مصحوبه بتغير جو، الى الجو يبرد راح يصير عندنا ضعف بالكبد مال الطير، راح يؤدي الى يصير عنده مثل الشلل الخفيف اللي هو مثل ما شفتوا عند سعدية وبت سعدية وكل الطيور اللي شفتوها انصابت عندي، راح يكون عندها شلل خفيف، انه الطير يصير تحركه كلش بطيء، بعدها راح يكتله هذا الفيروس، راح يكتله اي اللي هو تلف بالكبد. عرفت شلون؟ دكتور شني شلون اقدر اتوقع من هذا المرض؟ قال هذا نسبة الشفاء من عنده كلش كلش قليلة، فقال لي من الافضل انه انت تلقح حتى تحافظ على القطيع مالك. الحمد لله والشكر قدرنا انه نحل هاي المشكله، وان شاء الله راح نبدا باللقاحات، وانتم هم ابدوا باللقاحات اخوان. قاعد تشوفون الخسائر اللي طيتها، احسن ما اصير عندكم هاي الخسائر. لا تقول لي انت لا صابتك بس انت هاي الحاله، لا باكر عقب تصيبك، فانت شنو الخسرانه؟ لقحوا اخوان، لقحوا وياكم. طبعا اليوم للفقاسه ايش قد؟ اليوم سادس، هذا السادس فحصت البيض، ما صورت لكم هسه الدنيا الصبح، فحصت البيض، البيض مال دجاج العرب بس ايش قد بالله 3 شادات، وهذا كله ما شاد، 6 7 8 بيضات ما شادات، 8 بيضات مال دجاج ما شاد اخوان. البيض مال المصري بس البيضة مال البطريقة شادة، بس البيضة مال البطريقة شادة. اليوم 6 البيض مال المصري مرات يتأخر، عرفت شلون؟ يتأخر يجوز ياخذ له فترة مثلا 8 أيام هالشي يلا يبدي شيء. فأنا عذرت البيض مال هذا، وخلي نشوف شني الوضع وشني المشكلة، انه هذا البيض مال العرب كله ما شد. هسه ما يخالف خلي نقول مالها دبس 6 كان جواها مثلا بالله، خلينا نقول هاي الخمسة مال دبس، وين هاي الخمسة مال دبس؟ هيك خلينا نقول مثلا هاي الخمسة والسلطانية، خلينا نقول بيضها ما يشد على مود، لانه اخوان اردع شو اسمه اقول شغلة انا، هاي اخوان هاي الصوش مو بالفقاسة، يعني قصدي مو صار بيها خلل او فتشي، لا هو هذا البيض اللي كان جوا دبس مو حارة، فالظاهر ظال فترة طويلة جواها فخربان، والبيض مال السلطانية ما ملقح، تعالوا نكسرهن. هذا البيض اخوان، بالمناسبة البيض اذا عندكم فاسد لا تذبونه، كسروه وطول الدجاج، شفت شلون؟ كسروه لان هذا كالسيوم اخوان، هي هذا الصفار والقشر هم يعني كسروه هيجي، هذا شوفوا كله فاسد. اكلن هذا الكالسيوم، هذا مو بس لازقات لي بالحشيش، شنو هوش التنهوش طاحت، شنو حط تربيه شن. هوش التنهوش حشيش حشيش حشيش، شنو السالفه؟ على يوم اجي القى شن الدره حليب والله. شنو هاي بس حشيش؟ الخضير بدا يزاوج، اللهم صل على محمد وآله.
اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله شفت شلون؟ يعني هي زافت له زافت له. اكو ذاك يوم ولد علق لي قال بعدين هنا يزوفنا يزوفنا على قولته يزوفنا للنعال. اجل السامع. فانا قلت له لا شنو يزوفنا وين اكو هيش اثار الصديق والله. لانه قلت لكم انا اول تجربه لي وياه. ظلت هيش نايمت لي يعني هي يعني تقول له تعالك فزني. فالحمد لله والشكر. ان شاء الله ان شاء الله. عندي ترتيب جديد من الساعة عرض علي اخوي علي. بس والله ما ادري الحق اشتغله ما ادري ما الحق ان شاء الله الحق. ارد اسوي هذا البلوك هذا ارد اشيله شو اسمه هذا البلوك واسوي مثل الخانات هذا النيش واسوي بترتيب يعني حتى لو شوف شوف شو شلون الفكره راح تصير ومستقبليا هذا كله اغيره اسوي كله خانات وترتيب عدل يعني الطير تيجي يبيض براحته. فهسه هاي ما شاء الله اول كفزه شفته له الحمد لله والشكر يعني فحنا معدل ما منا العيله. يلا يلا يا بطل بيضها بيضها. هسه العصر قاعد ما عندي شيء فانا طبعا قاعد ارد على التعليقات رديت على التعليقات كلها فصادفني احد التعليقات قال فرات انت قلت الوز او البط الوز والبط نفس الشيء من الافضل انه تكثر في حله حتى يصير عندنا تلقيح مضبوط 100% صحيح قلت هذا الشيء انا بس ملاحظه صغيره. هسه احنا شفتوا من المصريات بعد يعني انه حتى هلا 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 شفتوا انتم المصريات فشنو الغايه انه شفتوا المصريات شفتوا انه هذا احسه ما بي خير يعني هو مو ما يكفش لا كفش وعلى كم مره يعني اشوفه يكفش بس ما هو خلينا نقول مثلا كافوش اصلي كافوش اصلي شنو المهم يعني يعني صاعود اصلي خلينا نقول فهذا ها ولش هنسولف هلا وهلا سمعوا 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 ياها طلعت عينه. فعلى سبيل المثال انه هذا هسه المصريات من المفروض موجود وياهن فحل واحد فانا ليش ارد ابيع عن هلا وهلا وطلعت عينه نرجع مو كل ساعه هلا وهلا وطلعت عينه. فعلى سبيل المثال انه المفروض تجيب فحل لانه اكو فحل قوي يعني هسه نفرض احنا انا وياكم هنا كافي 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 في المثال انه هسه مثلا نقول البطريق البطريق هسه ايش قد وياه عندنا اربع انثايه هذا هسه اجيب وياه فحل لا هذا اخوان فحل مضبوط يعني هسه هاي النثايه ما تاكلها قاعد يتزاوج وياها وقاعد يعبر عن المصري يعني انت شنو المقصد من الكلام اذا شفت الفحل مالك يقفز بالطيور كلها خلاص بعد من جايب لك فحل ثاني بس اذا شفته راخي يعني على مد شلون لا جيب لك فحل ثاني. هسه احنا شنو بقى عندنا بقنا ولاك ولاك بقى عندنا بس البطيات لحد الان ما تزوجن وياخذنهم فتره ان شاء الله ويبدأن يتزوجن والحمد لله والشكر. هلا بالسيد بويا السيد قام يركب بويا بويا السيد قام يصعد بويا ياك يا الله ارد ارتب هذا الاخوان ارد اشيل هاي كلها بس المشكله هذا وين اودي هذا يلا اشوف له مكان مو هيك الترتيب راح يصير. اوه طلعت عيني طلعت عيني انزلك انزلك وخذا هذا هم غم بس ما يخالف يداويك على الاقل. المهم ارد اسوي هذا النيه شلون اوصف لكم ما ادري تتذكرون شلون هسه شلون هاي بيوت الطين وهاي بيوت الطين راح افلشها كلها واذبها هنا وانقحها لان هاي نص اخوان فبالمطر تفيض تصير نقره هنا يعني انا بس اقول بالشتاء شلون راح اصور لكم والمنظر هنا ايش راح يصير والبط يظل يلعب بيها ويسباح. شوفوا حتى وانا اصور ما فاكين المتابعين فشلون راح اصور والمنظر هنا ايش راح يصير. فعلى العموم هاي راح ادفنها واحاول انه اسوي لي فد مجرى فد شيء يطلع لي برا لانه شوي هذا هنا من السياج بمستوى الشارع صاير فما اقدر اخلي بوري يعني ما شلون اخلي بوري حتى يذب الماي لي برا بس منها لا منها عالي.
الله كريم، ارتبها ان شاء الله. فعلى العموم راح تتابعون وياكم. فلشت القفص القديم وسويت خانات جدد، شوفوهن. ادري مو بذاك الترتيب القوي كلش يعني، بس لانه مستعجل يعني، ما اجيب خشب واسوي وما ادري شيني سالفه تطول. سويتها عباره انه خانتين صارت. هسه هاي خانه تشوفونها برا وخانه جوا، وبطنها الحشيش، لانه قلت لكم انه الخضير من نوع من انواع الطيور الخجوله. هسه ليش السودنن هاي ما يفيد، من الطيور الخجولة انه اذا شافك قاعد يبيض وشفته راح يخليه ويقوم. فاحنا سويتين شلون غرف جوا، خلنا اراويكم شلون. شوف هسه هاي البلوكة ونوبة بها هناك الحشيش ذاك جوا، هذيك نفس الشيء، هاي نفس الشيء، هاي بعد ما سويتها. فعلى العموم انه بس لانه سوينا واهس من شفناهن يتكافشن، حتى هذا هم يصير محفز الهن حتى يبدن يبيضن. وهاي الخانه خليتها كبيره شويه، خليتها اذا الله سهل لي البطوله، وهذا سالفتهن تطول. والبيوت مال الطين فلشتها. هاي 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 تعال تعال مطيار اخضيريه روح اسمع. ففلشتهن ذبيتهن هنا، والنوبة على حظ اليوم الماي مقطوع، فبس يجي راح انقحن حتى يذوب اللي شو اسمه، قولوا وياي هذا الطين يذوب حتى يصير تراب. انا ودي نخلص من مشكله انه تصير هنا نص عندنا بالشتاء. هاي البيوت بهذا الشكل، مو بالشكل القوي كلش. انا ما عندي مشكله انه بالترتيب او فشي، هذا الموجود انا بالنسبه لي كلش كافي انه الطيور تاخذ راحتهم بي. ف ان شاء الله خير، صبحكم الله بالخير. هسه قعدت تقريبا الساعة هسه خلنا نشوف بالله، اعطيكم اياها بالمضبوط غير تنزل بردة، الساعة 3:49 الفجر. ايش عندك فرات قاعد شني بزون ما تنام؟ لا البزون تنام باللي، المهم يعني سحير الليل شني ما تنام؟ لا نمت وقعدت، وهسه راح اروح للمشاية، مو اطلع للزيارة لا، راح نمشي يعني نقطع مسافة حتى شلون يعني نحرك رجلينا حتى نجهز رواحتنا للزيارة ان شاء الله. الهواء بارد ما شاء الله ما شاء الله. هاي السلطانية شنو جاي تفكر؟ لو نايمة وقفة هيو حجيه. لا هاي شنو جاي تفكر. البارحة جابوا لي تمن، ها ما قلت لكم جابوا لي تمن عندنا. الله احلى شيء اخوان الصوت التعوعي مال الديك الفجر. الله عاشت ايدك اي والله، عاشت ايدك اي والله. هسه انا فارغ ما عندي شيء، هيش جاي اسولف وياكم ايش عندنا. وهنا الجماعه شيني هلا شوف الابراهما. احنا صدق قلنا يعني انه التعوعي حلو الصبح وهاي، بس من اصور اسكت سيم ترجعها منك، ترجعها من هذا الفاهي مين ترجعها. فقالوا لي هاي تنفسيه حاده راح تصيب الكبد مباشره وتطيح الطير، عرفت شلون يعني راح تطيح الطير. ف الخسائر مستمرة يعني، الحمد لله وشكر رجعت وياكم. وهذا السرسر هنا يقفز بالمصريات، شوفوا هسه هو ما صف على رأي، لو يقفز ديش لو يقفز هاي شنها غير حجي. هذا حجي وين لاقيها هاي انت؟ طماع شني طماع. رجعت وياكم، توني رحت للفقاسة فنسيت انه انا اكو بيضتين مال دجاج ما فحصتهن اللي هن هذن. نفس الشيء همي انا ما شادات، هاي كسرناها وهاي كسرناها وفارغات كل شيء ما بيهن. طبعا المكان وسخ ومتروس قصاب وما كنسته ولا شيء، لانه قلت لكم انه اليوم بالمشاية وشوية تعبنا، فراح اتركه منها الباشر ان شاء الله على مود اكنسه وارتبه.
واحاول اشوف ان الاعلاف مالتي تكفي ما تكفي من هنا لمن ما راح اروح للزياره، حتى ما يظلن بنقص هنا عندنا. خلينا نشوف هذا اني طبعا شني خلص البلت مالهن الناعم، فهسه راح اجيب لي وجبه من عندي من تاج الاوائل وادقه بالهاون حتى اسويه ناعم اوطي هنيه. الجماعه شني اخبارهم؟ الجماعه حالتهم يرثى لها. يلا يلا موتن بعد موتن، كافي 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 كلش كافي والله. مسختنها تدمرت الطيور كلها من وراك وكل شي ما حصلت. الله وكيل كان صايل لسنتي سنتي سنة ونص سنة ونص وياك كل شي ما حصلت. يلا اللي علي سويته يعني ما قصرت، وصلت تقريبا وياك علاجات بال 300 400 ألف وكل شي ماكو. هاي هنا الجماعة. والله أنا يعني الحقيقة ما أدري هسه أفرح مدري أضوج على البراهمة، بس لا أفرح أحسن، أفرح أفرح أحسن، لأنه كل شيء ما شفت من عتن أصلا، وكانت عندي نية أبي حنانة، بس يعني الوالد قال لي لا خليهن يعني شكلهن كلش حلو ودجاج ضخم، خلاص خليتهن الحمد لله. على كل حال بقى بس الديك مالهن والسلطانيه، وهاي لا الحمد لله وشكلها، لان السلطانيه انا لقحتها وما بيها شيء. هاي الطيور كلها اللي تلقحت بصحه جيده. هاي الدجاج قدامكم، دائما يسالوني تقولوا لي فرات بعد ما ظل دجاج فاشتري. اكيد اكيد اخوان راح اشتري، بس ليمتى من نرجع اذا الله سهل من الزياره ارد اسوي الترتيب، لانه عندي فكره. وهي شنو هي فرات؟ قل لنا حتى نعرفها. عندي فكره انه هذا والله ما ادري هذا افلشه، هذا يعني قلت افلشه وهنا أنا اسوي خانات كبار اللي اتفقنا عليهم قبل، اسوي خانات كبار على مود مثلا هنا زوج. هاي عدتها انا السالفه مو نفسها. المهم هنا يصير زوج مال طير معين، هنا طير معين، هنا حتى تصير عندنا فقرات هواي. الطيور تاخذ راحتها، الطيور طبعا اذا يجوز اسويها هيك بعلو يعني هيك تشوفوا ويقع، واسوي هنا مرادي حتى تصعد فوق هالطيور تاخذ راحتها، فتشي شويه مرتب عرفت شلون؟ حتى يصير عندنا منظر حلو، الطيور ترتاح هنا. فعلى كل ان شاء الله خير بعد ما نرجع ان شاء الله. حتى بعد هسه احنا كله مشغولين، منا لمن ما تخلص الزياره راح تصير الفرغه عندنا فول، حتى نبدا بالترتيبات على راحتنا. بلكه الله اذا الله سهل من نرجع القاهن مبيضات الخضيريات، لانه مثل ما شفتوا قاعد يقفز بهن الفحل ما شاء الله. اجيكم نطيره لكم، تعالوا تعالوا بس كوني اريد اصعد، اريد اصعد على الصبه على الصبه، بس ركزوا ركزوا. ولك 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 ولك، وين اخوك؟ وين اخوك؟ عيدها عيدها لعيونكم حتى لو يروح، والله حتى لو يروح. ما شاء الله ما شاء الله، تخيلوا هذا وهسه اكون عندي مثلا هيك مساحه مفتوحه، الا اسويهن لكم مثل الزواجل، والله اسويهن مثل الزواجل. بس شو تسوي؟ نعيدها تدللون، انا ادري بيكم تحبون هاي السالفه. ها زواجل عمي، زواجل فرات الصياد هذن، تحجون صدق انتم؟ هاي الزواجل. بس خلي فرخ انا اللي هاي اسويها لكم هنا قطعه مال الخضيريات اذا الله سهل. بالجزء الاخير يم الفاخت، وما شاء الله الطيور نصها مبيضه. عندنا هنا هاي عشين، هاي كم طير هنا؟ تعالوا والله خلينا نفتح، خلينا نفتح وارجع. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. خوش ما شاء الله شغلكم الفلاش حتى تشوفون جيد عدل. ما شاء الله الطيور مبيضة، هاي هنا مبيضة لو أفراخ والله ما ندري، خلينا نشوف والله شوية حجية مبيضة. ها 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 نعتذر. وهاي ولو هو اخوي يقول لي هاي حاول ما تدنى يمها لان هاي شوية نحسة، بس يلا نصور لكم اياه. ما شاء الله هذا فاخت المقنع اخوان، طبعا هو هذا اصله بري، حتى عندنا موجود هنا، احنا عندنا بالقرنة من نطلع مرات للصيد اكو موجود من عنده، يعني عرفت شلون بري بري موجود، بس صيدته صعبة. وخليه بالطبيعة، بالطبيعة أحلى ترى،
ومن الصعب انه ينتج، لازم محميات، عرفت شلون؟ يعني مال قفص صغير وهاي وتريده ينتج، ده ما ينتج، اقصد على الفاخت المقنع، عرفت شلون؟ يعني شويه صعب بالانتاج، يحتاج محميات كبيره. كل الطيور حتى الببغاوات ماكو هم تحتاج محميات كبيره حتى تنتج، للي عنده هوايه بيهن. انا اصحك انه تسوي محميه كبيره، والله انا كلش احبهن، كلش احب هاي الطيور وهاي السوالف، بس يعني المكان يراد مكان ويراد عنايه ويراد اكل. وهاي تعال احتار انا بالبطوط، لو احتار بالبشوش، لو احتار بالدجاج، لو بالحمام، صديق كذي هنا شكو ماكو شيء. هاي هنا عندنا نايمة، شنو جواج حجية بيض ما شاء الله. هنا هم شفنا عندنا وحدة نايمة، هاي بيضة وحدة. هذا الفرخ اللي صورته لكم آخر شيء، شوفوا شلون كبر ما شاء الله. هذا مقنع، لا مو مقنع، هذا ملك العفو. وهذا لسه ما بيضا. هاي البيض اللي قلت لكم هذا تقريب سعره 450، لأنه هذا يجي طفرات نادرة، وبعد كل ما كان اللون ماله أبيض يعني أبيض صافي راح يغلى السعر ماله. هي هم طفرة، يعني تعتبر طفرة من هذا الفخت الملك الرصاصي، شوفوا طفرة تعتبر، بس هذا يكون سعره أغلى. وكل ما كان قلت لكم أبيض صافي كل ما يغلى السعر ماله. بعد هنا ما شفنا فاخت مبيض والله، اي ماكو ماكو هنا أنا. بس هاي وين راويناكم هنا أنا. هاي بيضة وهاي هنا أنا ماكو شيء. هنا قلنا هم بيض، هنا أنا ماكو شيء. وطبعا ياكلن الدخن، هذا الدخن شوفوا دخن وبروتين وهاي من هاي السوالف كلها ياكلن. حتى انه اكلهن مو قوي لانه فاخت صغار، يعني شو يريد ياكل مثلا؟ حتى انه اللي يريد والله يكون مشروع مربح وغير مكلف، عرفت شلون؟ انه بس تشتري هاي الطيور وهي بعدين راح تنتج عندك للي عنده هوايه بيهن. واكيد راح اخلي اخوي ان شاء الله يشرح لكم عنهن. لهنا ننهي وياكم الفيديو مال اليوم، لا تنسون هاي ما راح اشغلها لانه تحتاج ماي، لازم اروح اجيب ماي. فلهنا ننهي وياكم الفيديو مال اليوم، لا تنسون من اللايك والاشتراك، او دعناكم.